يا حاج ما تخلينا الصبح النهار، يعني ايه اللي يخلينا نسوق دلوقتي بالليل والفجر فاضل له ساعه ويطلع؟ انا لازم اروح الشرقيه دلوقتي حالا. انت لو تريحنا يا حاج وتفهمني. انا ما فياش دماغ للكلام الكتير، عاوز تيجي معايا تعالى، مش عايز روح وانا اسوق. يا حاج شغلك تعبان، انا خايف عليك. تعبان زي احلى ما قابل فهيم. ماشي يا حاج اللي يريحك. ايه مالك؟ لا مفيش حاج. مفيش عليا انا؟ بقام ربيك يا هاد. مفيش والله حاجة، بكلم حنان ما بتردش عليا، فمش فاهم في ايه. حنان تاني؟ انا قلت لك لما تناسب ناسب عيلة، مال وحنان لا كده ولا كده. اشتري مني انا وخليك على قديم وكده، واعرف مصلحتك فين. يلا يلا كله على الله يا حاج، يلا توكلنا على الله. بوس ايدك، هبوس ايدك، سيبنا امشي. لو النهار طلع علينا هيودونا النيابه وهتفضح. ولما انت مش قد الحاجه هروح امك، بتعمليها ليه من الاول؟ وبعدين انا قلت لك طلباتي خلاص 10,000 جنيه. انت مش قلت ان في حد جايب الفلوس وجاي دلوقتي؟ تمام، ادينا مستنيين، يا رب يلحقنا. والله العظيم كلمت مرات ابويا، بس انا ما اضمنهاش. انا مش شمال، والله العظيم انا مش شمال. انا بعمل الموضوع ده كل فين وفين، يطلع لي منه قرشين من غير ما حد يلمسني. انا ظروفي جايه عليا قوي والله العظيم، ولو بطلتي عالم ايه اللي هيحصل فيا. ابوس ايدك ما تفضحنيش وسيبني امشي. انت هتحكي لي قصتك يا بت، وانا لو كنت قلت لك ما معيش ونخيت كنت هتبين امشي؟ مرات ابويا جت اهي. ما فيش. خد يا اخويا النص التاني بعد ما تخلص. النص ايه؟ التاني بعد ما تتنازل، لا تعملها روايه ومش رجوله منك الشويه اللي انت عملتهم دول. اولا انا عايز الفلوس حته واحده، اما بخصوص الرجوله فانا هعوضها لكم المره الجايه ونبقى نعمل لكم خصم. لا لا لا، بقول لك ايه، اسفه ما بتهددش، قسما عظما هاخد بعضي وامشي واجيب لها محامي يطلعها منها براءه زي الشعره من العجين. بس هي اللي اسم الله عليها هبله، اخد بدري اخلص ولا اخد الفلوس وامشي. اسكتي اسكتي عشان خاطري، خد دول دلوقتي والله العظيم هجيب لك الباقي منها. بخصوص تليفون اللي خدتيه مني، ها؟ معايا لما تخلص هدوه لك بره. عجبك اللي اتعمل فيا ده؟ بس تنيلي ما انا جيت اهو. اتكلم يا شيخ فهيم، عرب مش غريب. تفسير حلمك ما تغيرش زي ما فسرته لك قبل سابق وانت كذبتني. ابنك اللي من صلبك هيقتلك. يعني ايه؟ ما الحكايه دي خلصت خلاص. وانا ما خليتش الصبيان، خلفيتي كلها بنات. انت مصرني الواد ولقيتني، الواد ولقيتني. الا تقصد حد من بلدي؟ لا يا عبد ربه، ذكر مش نتايج. جايز دلوقتي ما عندكش ولد، بس مين عارف؟ مش جايز تتجوز وتخلف ولد ويقتلك. انا لا عايز اتجوز ولا اتنيل، انا راضي بحالي. صحيح الوقت كنت بتمناه من ربنا سبحانه وتعالى، بس اللي ما يجي عشان يموتني يغور في 60 دقيقة مش حاوزه. أنا عايز أخلص من الهم ده. يا حاج نسيت الكلام اللي بيتقال ده؟ وفي ابن بيت لأبوه؟ أيوه فيه يا عرب، أوعاك تقول مش فيه. ولو حاج عبد ربه جاب واد وربنا إداني العمر، هتعرف ساعتها إن كلام فهيم صايم. فلا الله ولا فالك يا مولانا، فلا الله ولا فالك. اعمل ايه بس عشان اخلص من الحلم ده؟ اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.